استني. مع كل الدنيا ارفع صوت اغني، الدنيا مستنية تسمع منك ومني، تسمع منك ومني. اكتب يلا غلامك على جدار الحياة، حلمك هو أملك، عيش دايما وياه. مفيش في قاموس حياتك كلمة مستحيل، هتحقق أمنياتك بالصبر الجميل. أعزف سيمفونية على أوتار الليل، صفي بس النيل، سمع كل الدنيا. اهلا بيكم في حلقه جديده وامل جديد بيتجدد دايما بيكم في برنامج بدايه امل. معكم انا هبه شاهين وزميلتي الدكتوره نيفين جميل. اهلا بك يا نيفين. اهلا بك يا هبه. تهتم قيادتنا السياسيه ودولتنا العظيمه اهتمام كبير بالعلم والبحث العلمي والتدريب في شتى المجالات، والحقيقه النهارده معانا نموذجين من الذين لا يتوقف ولا ينتهي دعمهم لبرامج القياده السياسيه في عده مجالات. معنا ومعكم الدكتورة هناء السيسي، أمين عام نقابة الإعلاميين والمبدعين وحماية حقوق الملكية والفكرية، وأيضا رئيس مجلس إدارة جريدة الهرم تو دي نيوز، وأيضا سفير سلام عالمي. أهلا بك يا دكتورة هناء. أهلا بك. ومعنا كمان أيضا المستشار والخبير التأميني محمد علي أحمد مزروع، وهو أيضا سفير سلام عالمي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أصبحت المرأة المصرية تعيش في عصرا ذهبيا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلقد أصبحت تتولى أماكن قيادية في مختلف المجالات، وده بيرجع للقيادة السياسية دايما بتدور حول المرأة في المجتمع. خلينا نبدأ بسؤالنا للدكتورة هناء السيسي. إزاي حضرتك الدكتورة الأول؟ كيف تم تمكين المرأة المصرية في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيد السياسي والاقتصادي والصحي؟ بصي، هو في بدأ زي بدء، يعني احنا هنتكلم عن المرأة المصرية. المرأة المصرية حققت إنجازات على مر العصور بشكل منقطع النظير. يعني هنقول الملكة الفرعونية زي حتشبسوت، زي نفرتيتي، زي كليوباترا، دول حكموا العالم في وقت من الأوقات. عندنا المرأة المصرية بتتسم بالذكاء، بالفطنة، بالصبر والمثابرة، بالتدبير، حسن التدبير. فكانت دايما المرأة المصرية لها باع طويل في العمل، سواء العمل السياسي أو العمل الاجتماعي أو كربة بيت أو كسند للأسرة. طبعا على مر العصور ثبتت مكانتها وثبتت مقدرتها. وطبعا لا، يعني مش هنقدر ننسى أن من رحم أم مصرية وهي السيدة هاجر جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو ولد سيدنا إسماعيل. وكان تكريم ربنا لها أن خلى شعيرة من شعائر الحج للصفا والمروة تكريما لها، وإمعانا لتكريم المرأة المصرية ودور المرأة المصرية. كانت المرأة المصرية دايما سباقة في أن هي بتوصل لمناصب قيادية كويسة جدا، بتوصل لمراكز علمية كويسة جدا، وطبعا شاركت في ثورات عديدة. ومن أهم الثورات بقى اللي كانت أيقونة الثورة في 30 يونيو، كانت المرأة المصرية هي أيقونة الثورة، وهي وقفت كتف بكتف وإن لم تكن تسبق الرجال في ثورة 30 يونيو. المرأة المصرية عندها وعي وثقافة غير عادية، عندها علم وعندها مقدرة إنها تقود ثورات، وكانت هي فعلا الأيقونة، وكانت هي فعلا اللي بتحفز زوجها وابنها وأولادها إنهم ينزلوا يبايعوا السيد الرئيس ويدعموا السيد الرئيس في إسقاط نظام فاشل، نظام كان هيودي مصر، يوصلنا لمرحلة من مراحل يعني الانهيار من كل الاتجاهات، إلى إن هي لما استوعبت وأدركت إن لأ، ده أنا لازم أقف ولازم أقف جنب قيادة حكيمة. فما كان يعني منها غير إنها وقفت يعني في 30/6، وكانت أيقونة الثورة المرأة المصرية. ثم بعد ذلك
وقفت وكانت هي أيقونة الانتخابات الرئاسية. وكان السيد الرئيس طبعا كما عهدنا فيه، ويعني هو كطبيعة شخصية كإنسان على المستوى الإنساني هو إنسان حنون جدا جدا جدا، محب جدا للمرأة في صورة الأم والأخت والزوجة، وهو بار جدا بوالديه بسم الله ما شاء الله يعني. ورد للجميل المرأة اللي هو بيحترمها منذ نعومة أظافره، يعني هو تربى على احترام المرأة وتقديرها وتقديسها في صورة الأم أو الأخت أو الزوجة أو الإبنة. وكان طبعا كانت المرأة المصرية بالنسبة له أيقونة وركن ركين وللدولة المصرية والضلع الثابت للدولة المصرية وللأسرة المصرية. فكان كرد من الجميل وكرد فعل من السيد الرئيس انه حب انه يرجع المرأة المصرية لمكانة تليق بيها. يعني المرأة المصرية اتهمشت على مر سنوات عديدة قبل مجيء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكان رد الجميل كان أكثر من رائع وأبهرنا، لدرجة إن اتوصف العصر الذهبي للمرأة. يعني الناس بتقول اللي هي مش الناس العادية طبعا، المنظمات الدولية والمنوطة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان ده دوليا وعالميا وصفوا إن المرأة في مصر بتعيش أزهى عصورها، ويسمى العصر اللي احنا فيه بالعصر الذهبي للمرأة. نيجي بقى على المستوى على أرض الواقع، إيه اللي تم في الموضوع ده؟ اللي تم إن عندنا في الحقيبة الوزارية السنة دي أربع حقائب وزارية، أربع وزيرات، عندنا خمس سيدات لنائب الوزير، منصب نائب وزير، عندنا محافظ، وده تاني محافظ والأول مرة في التاريخ حصل في عصر السيسي إن أول محافظ جت في عصر الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم دي تاني محافظ في على التوالي. طب عندنا تسع سيدات لمنصب نائب محافظ، تسع سيدات نائب محافظ، ودول كوادر مش بيتم اختيارهم بشكل عشوائي، لا دول ناس دقى بالسيد الرئيس ويعني المنظومة كاملة بقيادته على ان السيدة المصرية تاخد قدر كبير من التدريب والتعليم والثقافة قبل ما توصل لمناصب زي دي. يعني زي الأكاديمية الوطنية للتدريب في برنامج اسمه المرأة تقود، بتدخل فيه السيدات، ويعني طبعا بيفضل ان هي تكون من حاصلات الماجستير والدكتوراه، وده تشجيع برضو تاني ان السيد الرئيس بيشجع كل بنت مصرية انها يعني تاخد اعلى الشهادات، تتفوق، تدرس، توصل تبقى استاذ الجامعة او تاخد ماجستير او تاخد دكتوراه، وبيتم تدريبها على اعلى مستوى في الاكاديمية الوطنية في المرأة تقود. ده طبعا بيتدربوا تدريب حلو جدا علشان توصل لمناصب زي دي. طبعا مناصب ما كانتش المرأة يعني تحلم بيها في العصور السابقة، وده خلاها صاحبة قرار. يعني المرأة النهاردة بقت صاحبة قرار في الدولة بجانب الرجل. لما بنحط تسع سيدات نائب محافظ، احنا هنا بناخد بيبقى فيه المحافظ طبعا بيبقى سنه يعني ذو خبرة، سن ذو خبرة، وبجنبه نائب المحافظ شباب، وده قبل السيد الرئيس على ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية، بحيث ان يبقى عندنا خبرة وقوة الخبرة بتاعت الخبرة اللي هي بتتاخد بالوقت وبالزمن، وضخ بقى الدماء الشباب. يعني بيتم اختيار المرأة عن طريق التعليم والخبرة، التعليم والخبرة، وبتخضع لبرامج تدريبية على أعلى مستوى، على أعلى مستوى فعلا. فطبعا هنا ضخ دماء جديدة، شباب، طاقة،
وكمان المرأة بتحس بالمرأة، يعني احتياجات المرأة. سيادة المستشار محمد، عايزين نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكتر. الله يخليها، تحت أمرك. هو بس من خلال برنامجكم اللي هو بداية أمل ده، أنا بحب بس أوجه الشكر لمؤسسة نجبراس السلام للتنمية، لأنه يتشرف طبعا أن أنا عضو أو سفير سلام موجود فيها، شرف لينا. تاني حاجة أن أنا بقالي فترة حوالي أكتر من 16 سنة في مجال التأمين، عضو في مؤسسة مكافحة الفساد موجودة هنا في القاهرة اللي هي من الأمم المتحدة. ده بالنسبة للتعريف اللي هو العادي. تاني حاجة بقى أحب بس يعني أقول يعني إيه سفير السلام، علشان تبقى الناس عارفة الحاجة موجودة في إيه. إن هو يعني بنبقى إحنا مندوبين عن المؤسسة في جميع المحافل الدولية والمحلية داخل مصر وخارجها. شرفنا بحضرتك وبدكتور هناء. طب استاذ محمد، ايه اهميه التامين للفرد والمجتمع؟ هو حضرتك بالنسبه للتامين، هو يعني دايما احنا بنقول تعريفه ان هو بامن حاجه او بامن المخاطر اللي هي غير قابله للحدوث. يعني لو انا عارف ان الخطر ده هيبقى هيحدث فعلا، طبعا مش هقدر امن عليه، ان كده هبقى انا بشتغل بالخساره، او انا عارف ان انا داخل في حاجه خساره. فهو دايما احنا بنقول ان التامين بيبقى حاجه محتمله الحدوث مش اكيده الحدوث. ده بالنسبه للتعريف كالتامين. اما بالنسبه بقى للتعريف اللي هو كالفرد والمجتمع، ان دايما التامين يعني هو يعتبر المرجع الرئيسي لو لا قدر الله حصل اي حاجه. ممكن انا يعني مثلا زي مثلا لما احنا بنامن على العربيه، فالعربيه بدفع قدامها مبلغ معين، تمام، لو هي مثلا بمليون جنيه باتنين مليون جنيه، فبدفع مبلغ زايد قدام ان انا لا قدر الله لو العربيه دي حصل لها حاجه او اتسرقت او لا قدر الله اتحرقت او اي حاجه، شركه التامين بترجع لي ثمنها تاني بالكامل، بدل ما انا اللي هتحمل. ما انا ممكن لا قدر الله لو انا مش مؤمن، والعربيه كده حاجه من الاثنين، يا هبيعها بالخساره، تمام، يحطر ان انا اشتري واحده تانية برضو بفلوسي تاني. فهو التامين دايما هو بيبقى يعني زي بيدفع ثمن العربيه كلها ولا كلها؟ لان هو اسمه تامين شامل، اي حاجه في العربيه بتبقى موجوده هو تامين شامل. اي حاجه هتحصل للسياره ده اللي احنا يعني اي حاجه هتحصل لها من سطو او حريق زي ما احنا بنسميها، بنبقى احنا اللي ملزمين، او شركات التامين هي اللي ملزمه بسداد مبلغ السياره. تمام تمام. أنا هاخد. طب نكمل يا دكتورة. صحيا بالنسبة للخطوات بتاعة تمكين المرأة في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنستكمل بنقول إن كمان تم تعيين 17 سيدة في مناصب قيادية في وزارة الأوقاف، ودي برضو سابقة من نوعها. تعيين شيخ بلد، يعني شيخ بلد دي ما كانتش طبعا حاجة يعني سابقة برضو. عندنا السنه دي تم تعيين مساعد اول رئيس الوزراء الدكتوره رندا المنشاوي. تم تعيين اول مستشار للامن القومي للرئيس السيسي سيده، يعني دي برضو سبق. تعيين سيده على راس النيابه الاداريه، ده طبعا حاجه برضو سبق. تعيين 24.8% تمثيل للمرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي من إجمالي العاملين. طيب البرلمان، إيه وضع المرأة في البرلمان؟ طبعا كانت في العصور السابقة كانت نسبة بسيطة جدا، حاليا في 2020 وده طبعا في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حصلت السيدات على نسبة 26.2% في مقاعد مجلس النواب، وحصلت في مجلس الشيوخ على نسبة 13.3%، نسبة رائعة. طب على الصعيد الصحي؟ على الصعيد، طب بعد إذن حضرتك، المرأة في نقطة هنا، المرأة قاضية. على الصعيد القضائي تم تعيين 57.1% قاضية في سلك القضاء.
في بقى حدث حصل في او حدث في القضاء لم يسبق من قبل، وهو على مدار التاريخ بدأت إدارة مجلس الدولة في تجليس جميع القاضيات في على منصة القضاء مع زملائهن من القضاء، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية. ده طبعا كان سبق رائع جدا 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 بالنسبة للمرأة. في عندنا الصعيد الاقتصادي كمان، في الصعيد الاقتصادي السيد الرئيس راعى المرأة الفقيرة والسيدة اللي بتعول، يعني عمل مشاريع، مشروع قومي للتنمية المجتمعية، يعني عندنا مشاريع كذا كذا مشروع ونفقات أيضا كمان، والتمويل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية على سبيل المثال للحصر، لأن لو إحنا يعني حبينا نتكلم عن المشاريع هنفرد لها حلقات. فعلى سبيل يعني كده المثال، مشروعك مستورة، شهادات أمان، تكافل وكرامة، عندنا الإفراج عن مئات الغريمات، تم تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرى ل 79,000 سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية، خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعية. يبقى السيد الرئيس حاطط نصب عيناه السيدة الفقيرة والسيدة اللي بتعول الأسرة. كمان تم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في المجلس القومي للمرأة، وده ما حصلش قبل كده. وده تعيينهم كان بمثابة تكليف وتشريف ليهن يعني. في مجال حضرتك سألتيني في مجال الصحة، طبعا الدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من الحملات التوعية بناء على امر مباشر من السيد الرئيس، لانه يحب يشوف كل ست مصريه تاخد الرعايه الصحيه الكامله بشكل يليق بيها. يعني زي ما بيديها مناصب في الدوله كقياديه، بيراعي الست المصريه الفقيره او العاديه او على كافه المستويات. عندنا حملات توعية لصالح صحة المرأة سواء من خلال 100 مليون صحة، ودي طبعا تم الكشف على العديد 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 من الأمراض، لأن بيتم فيها إشاعات وتحاليل وحاجات زي كده. ف خليني برضو أخد من كلام دكتورة هناء وأؤكد عليه وأثمنه وأقول إن المرأة ما خدتش حقوقها من سنة 1919، وده لما خرجت السيدة هدى شعراوي وكان معاها 300 سيدة. واحنا لو قلنا 300 سيدة ممكن الناس تقول لك العدد ده قليل، لكن احنا لو عرفنا ان احنا سنة 19 كان تعداد سكان مصر وقتها ما يتعداش ال 14 مليون، في حين ان احنا حاليا دلوقتي وصلنا لاكثر من 114 مليون نسمة واكثر كمان. طبعا نقول ان اول حتى شهيده كانت السيده، كانت سيده مصريه يعني اول شهيده في الثوره، وده كان الثوره دي كانت طالعه ضد الاحتلال الانجليزي، وكان رافعين رايات زي ما كلنا عارفين الهلال مع الصليب اللي هو رمز الوحده الوطنيه، وكانت اول سيده استشهدت هي السيده حميده خليل. تمام. مرت عصور كتير على مصر ومر رؤساء كثيرين، ويمكن زي ما تفضلتي حضرتك قلتي وزي ما قالت زميلتي الاستاذه هبه ان عصر فخامه الرئيس هو العصر الذهبي. برضو عايزين نعرف ايه هي القوانين اللي تمت سنها في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. تمت حزمة قوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة الحماية والمساواة، منها إقامة مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث في 2021، تغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر، قانون المواريث، يعني احنا عندنا في ريف مصر وصعيد مصر ما بيورثوش البنات، والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المراه او حاجبي اي ادله تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحمايه الاسره. يعني كان زمان ممكن الزوج يقول للزوجه انت طالق ويمشي، هي تقدر دلوقتي تثبت الطلاق او اي بطرق مختلفه.
عشان نحمي الأطفال من الأذى، وأيضا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل 5 سنوات. عندنا قانون كمان المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد الديون للزوجة أو المطلقة، يعني كان ممكن ما يمتنع عن إن هو يسد النفقة، لا خلاص انتهى. في عندنا كمان قانون رائع جدا، مكافحة جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية، قانون التأمينات والمعاشات، حقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والأعمال غير المنتظمة، كل ده بقى يضمنها القانون. طبعا في إنجازات كبيرة وكتيرة طبعاً. يعني أنا عاوز حلقات كتيرة. هي الإنجازات سيادة الرئيس عايزة نفذ لها حلقات طبعا أكيد، يعني لأن احنا خلاص يعني احنا بنقول على عجالة ونبذة بسيطة ومختصرة. وبس هنسال بس سؤال بسيط كده للمستشار محمد، عايزين نعرف انواع التامين اللي موجوده ايه. هي انواع التامين طبعا او هي اشهرها في مصر اللي هو التامين على الممتلكات، اللي هي بقى اللي هي وثائق السطو والحريق اللي هي على العربيات وعلى المصانع والمحلات، وتاني حاجه بقى اللي هي التامين التكافلي اللي هو بتاع التامينات على الحياه، تامين تكافلي. وفي بقى طبعا التامين البحري والتامين البري والتامين الـ يعني الـ اللي هو خاص بالطبي، اللي هو خاص بالعلاج. هم دول اشهر انواع في موجوده في مصر. طبعا كل الحاجه او كل الشركات، عشان بس احب في كلمه كده اطمن الناس ان اي حد يعني في اي شركه كل الشركات واحد وكل الشركات مرخصه وتابعه للهيئه العامه للرقابه الماليه. فاي حد بيشترك مع اي شركه ما يقلقش او يقول لا اصل دي شركه خاصه ودي شركه حكوميه، لا كل الشركات طالما خدت ترخيص فهي تابعه للهيئه العامه للرقابه الماليه. واي حد لا قدر الله يحصل له برضه مشكله ما يعملش المشكله مع الشركه او ياخد يعني ند بند مع الشركه، لا انت عندك الهيئه العامه للرقابه الماليه حضرتك تواصل معاه وهي هتجيب لك حقك من اي شركه كانت موجوده على ارض مصر. بس تمام. تحت امر حضرتك. عايزين بقى كلمه اخيره يعني تحب تقولوا فيها ايه وتوجهها لمين؟ كلمه اخيره ونختم الحلقه. احنا بالنسبه لنا بس انا عن نفسي هتكلم بس على برضه حاجه خاصه بالشغل بتاعي، ان احنا عايزين بس الناس يبقى عندها الثقافه التامينيه شويه، ويا ريت فعلا والله الناس يعني تفتح او تشوف على النت او على اليوتيوب اي حاجه خاصه بالتامين وتقراها، لان فعلا احنا الوعي عندنا 5%. فتخيلي حضرتك بقى احنا 100 مليون ولا 100 مليون وشويه تمام، 5% بس اللي عندهم وعي تامين. فانا بس اوجه بس ان الناس تقرا شويه في التامين. تمام. كلمه يا دكتوره هناء. احب اشكر سياده الرئيس والسيده حرمه اللي هي يعني السيده انتصار السيسي دي اللي هي ايقونه الشياكه والفخامه والاناقه والحشمه، لان هي فعلا شرفتنا في كل المحافل الدوليه، وهي واقفه جنب الى جنب مع سياده الرئيس في دعم المراه في مصر. بحب برضو اشكر دكتوره نيفيل رئيس مجلس اداره مؤسسه نبراس السلام، اللي انا بتشرف بالانتماء للمؤسسه. شرف لينا دكتوره. واخدت منهم يعني هم رشحوني كلقب سفير عالمي، رغم ان انا اخذت هذا اللقب وهذا التشريف من اكثر من منظمه دوليه عالميه تبع الامم المتحده، الا ان يزيدني شرف واكثرهم شرفا انتمائي للمؤسسه، لان المؤسسه بتقوم باعمال خيريه غير عاديه، لا يتم فيها التفريق ما بين قبطي ومسلم، كلنا ايد واحده، كلنا اخوات، كلنا اسره واحده. الدكتوره بتنزل للأماكن الشعبية والأكثر فقرا وللنجوع وللقفور طبعا هي بعمل شاق جدا. مؤسسة نبراس السلام للتنمية. وللأسف حلقتنا خلصت بسرعة، وإن شاء الله شرفنا بحضراتكم تكونوا معانا إن شاء الله. ميرسي، شكرا. وقبل ما أختم الحلقة حابة أنوه أي حد حابب يتواصل معانا يتواصل على الأرقام الموجودة على الشاشة أو من خلال صفحة الفيسبوك برنامج بداية أمل. وفي النهاية أحب أقول لا أحد يستطيع العودة إلى الوراء ويبدأ حياة جديدة، ولكن تستطيع أن تبدأ الآن وتصنع حياة جديدة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة وأمل جديد من برنامج بداية أمل. سمع كل الدنيا، ارفع صوت أغني، الدنيا مستنية تسمع منك ومني، تسمع منك ومني، اكتب يلا غالي.